لفتة جميلة جداً بتثبت أن الخير والشهامة لسه موجودين. ألقى شاب في العشرينات نفسه بدون تفكير لإنقاذ روح بدون ما يعرف مين هي. مجرد ما سمع استغاثات الأهالي أسرع بالتدخل لإنقاذ الغريق اللي ما كانش يعرفه تماماً. بدر السمنودي ابن محافظة الغربية المقيم في المحلة بيعمل سائق على سيارة سيرفيس بمدينة المنصورة وضرب مثال في الشهامة والجدعنة. معروف بيها طبعاً الشعب المصري، وده لما رمى بنفسه في مياه نيل المنصورة لإنقاذ فتاة. الفتاة دي ألقت بنفسها من أعلى كوبري طلخة وتمكن من إخراجها من المية بسلام. طبعا فكرة أن أنت بترمي نفسك في النيل، وطبعا احنا عارفين مية النيل تقيلة جدا، ودلوقتي الجو مش كويس، طيارات المية رايحة جاية، فالموضوع كان صعب. ولكن أن دي شهامة بتحسب طبعا للشعب المصري كله، وقد يكون الأستاذ بدر واحد من أهم الرجالات اللي احنا بنشير ليهم دايما بالبنان. احنا معنا تليفونيا الأستاذ بدر السمنودي، بطل الواقع واللي قام بإنقاذ الفتاة. أهلا بك يا أستاذ بدر وصباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم. يا صباح الفل. عايز أعرف من حضرتك الواقعة والقصة كانت شكلها إزاي؟ إحنا كده قلنا الصورة بشكل عام، ولكن التفاصيل ممكن تكون عند حضرتك أكتر. أنا معدي بالعربية ومعايا الركاب، لقيت حد بيشتغيش جامد 4-5 كده بسرعة، فنزلت لهم بسرعة بشوف فيه إيه، والركاب برضك هنشوف فيه إيه يا أسطى. نزلت بسرعة فببص لقيت حد بيغرق عمال ينزل ويطلع، معرفش ده طفل معرفش ده مين. فانا ما خدني الشعور ان انا انزل بسرعه. مجرد ما بصيت كنت نزلت، والحمد لله تم انقاذها، والحمد لله برضو فضل ربنا وتوفيقه وصوت الناس هو اللي خلاني اكمل، لان كان المشوار صعب عليا وكده يعني. انت السباحه عندك يعني واضح ان انت سباح كويس. الحمد لله. بس جربت قبل كده ان انت تعوم في ميه النيل؟ احنا عارفين ان في فرق ما بينها كبير طبعا وما بين ميه البحر، حتى الكثافه والتقل بتاع الميه والكلام ده. انت ازاي اتعاملت مع ميه النيل كده وبشكل غير متوقع وبشكل مباشر؟ هو هدفي البت اللي كان في الميه اتعلق فيا، والهدف الثاني خدته ان انا اطلع على اخر المشايه، عشان لو البحر خدني طيارة عالي، البحر لو خدني كنت مش قادر اسيطر على نفسي ولا على الغريق. البنت كانت عمرها قد ايه؟ البنت في عمر الزهور كده. شابه. في عمر الزهور. طيب انت اتكلمت معاها بعد كده ولا ما كانش في حوار؟ المسؤولين استلموها، لان الفريق الانقاذ جه والناس مشكوره استلموها واطمنوا عليها وعملوا اللازم، والمسؤولين استلموها وعملوا اللازم. استاذ بدر قول لي، انت أكيد الناس كانت ملمومة بطبيعة الحال، يعني عايز أعرف أنت برضو إزاي وأنت خارج من المية حسيت أن أنت أنقذت روح، مش أن أنت عملت عمل بطولي، أنت أنقذت روح ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عايز أعرف رد فعل الناس، أنت إحساسك إيه بنفسك بعد ما طلعت سبت عربيتك وسبت ركابك وخط سيرك ودخلت في قصة تانية خالص؟ تمام، طبيعي الناس كلها بتشجعني والناس كلها بتدعمني، وبرضو كان جيت في وقت من الأوقات طبعا فصلت كليا، بس صوت الناس كان بيخلينا اكمل والحمد لله.